نتابع هذا الموضوع مع مراسلنا من داخل مجلس النواب محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. هل أنجزت الجولة الأولى؟ ما زال العد والفرز قائم؟ نعم، إلى الآن مجلس النواب يستمر أو مستمر بمرحلة التصويت على الأسماء التي رشحت بعد فتح باب الترشيح من قبل السيد محسن المندلاوي. الجلسة التي أجلت لنصف ساعة وتأخر انعقادها إلى ما بعد الساعة أو إلى الساعة الخامسة مساء، ثم يعني حضر داخل الجلسة 260 نائب. عقدت الجلسة على أساس هذا الحضور، ومن ثم فتح باب الترشيح ورشحت الأسماء. دخل النواب والكتل السياسية كل بمرشحه، ويعني الترجيحات التي تشير إلى وجود أكثر من جولة تدل على أن لا يوجد هنالك أو لم تدخل الكتل السياسية بمرشح واحد، بل أن هنالك أكثر من مرشح سيتم التصويت عليهم، ومن ثم تفرز بعد الجولة الأولى، ومن ثم يفوز من يحصل على أكثر من 167 صوت، أي يعني 168 صوت يجب توافرها في المرشح في أحد المرشحين حتى يكون هو رئيسا جديدا للمجلس النيابي في الفترة القادمة. أولى جلسات مجلس النواب بعد العطلة التشريعية التي تشهد في جدول أعمالها فقرة التصويت على رئيس جديد كما هو في النظام الداخلي، الذي يشير على وجوب أو على أهمية أو على أن يكون أو أن تكون الجلسة الأولى لاختيار الرئيس، وإن لم تحدث فلن يكون هنالك شرعية لأي مادة قانونية يتم قراءتها أو التصويت عليها في مجلس النواب. الجلسة مستمرة والتصويت يجري بسرية كما هو المعتاد وكما هو في النظام الداخلي، وستفرز النتائج ويعرف ما بعد هذه النتائج إن كانت ستنتهي من الجولة الأولى أو سيتجه المجلس إلى جولة أخرى. لكن جميع الترجيحات النيابية تشير إلى وجود أكثر من جولة واحدة في مرحلة التصويت حتى تصل إلى المرحلة النهائية في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي. نعم. طيب محمد، يعني إذا ما سلمت الكتل بأن يدخلوا قبة البرلمان كل بمرشحه لا توافقه على اختيار شخصية واحدة أو دعم شخصية واحدة لتولي المنصب، لما يتم التأجيل وتعقد الجلسة في وقت متأخر؟ فقط أعد نهاية السؤال، كان هنالك يعني عدم وضوح في الصوت. لما كان هناك تأخير ولم يكن هنالك نصاب وأجلت لنصف ساعة ومن ثم التأم النصاب إذا ما أقر الجميع أن كل سيذهب بما لديه؟ نعم، الآن اتضح السؤال. يعني نتحدث عن مجلس اعتاد طيلة الفترة الماضية على تأجيل لنصف ساعة أو تأجيل لساعة أو تأجيل لساعتين. النظام الداخلي يحدد تأجيل نصف ساعة، وتختلف الأسباب حول عدم اكتمال النصاب في النصف ساعة الأولى، والتي إما أن تكون بسبب نصاب قانوني على موضوع محددة، عفوا عدم اتفاق سياسي على موضوع محددة، أو أن هنالك اجتماعات تحدث داخل الكتل أو داخل اللجان النيابية. نتحدث اليوم عن فسح مجال أو فرصة أكبر لأعضاء مجلس النواب في أو ل يعني إتاحة وقت لإمكانية التوصل إلى الاتفاق، لكن حينما توضحت أن لا توجد هنالك مساعي لأن يكون هنالك اتفاق على اسم محدد، أعلنت يعني قرعت جرس للمرة الثانية إذانة للدخول، ودخل الأعضاء إلى قاعة الجلسة المحددة لاختيار الرئيس الجديد، ومن ثم بدأ التصويت. يعني التأجيل كما حدث في الجلسات السابقة قبل العطلة التشريعية لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب، واكتمال النصاب اليوم يعود إلى أسباب عدم الاتفاق السياسي وعدم حضور أعضاء مجلس النواب في موعده المحدد في الموعد المحدد لتحديد الجلسة، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى نصف ساعة، رغم أن هنالك كان عدد كافي من أعضاء مجلس النواب متواجد داخل مجلس النواب لعقد الجلسة منذ الساعة الثالثة. لكن كما تحدثت هنالك عدم اتفاق سياسي، وهنالك أيضا كانت اجتماعات عدد من الكتل داخل مجلس النواب هذا اليوم. يعني بحسب قربك من النواب وتواجدك في أروقة المجلس يا محمد،
هل استعلمت ربما من قبل نواب ما إذا كانت كتل معينة ستمضي باتجاه التصويت لصالح مرشح بعينه؟ نعم، الإطار التنسيقي تحدث عن دعمه لمحمود المشهداني، وتقدم كذلك أعلن عن دعمه لشعلان الكريم، كذلك عزم وسيادة كل بمرشحه وبدعمه لمن رشحه. بالتالي يعني التوجه نحو انتخاب ونحو تصويت، حتى أن يعني أعضاء من الإطار التنسيقي تحدث بأن رؤساء كتلهم أشاروا إلى إمكانية الاختيار بحرية وإمكانية ترك المجال لأعضاء مجلس النواب عن الإطار التنسيقي لاختيار من يروه الأكفأ. بالتالي أيضا تحالف أو الاتحاد الوطني الكردستاني تحدث بحديث قناة التغيير بأنه سيتجه نحو التصويت في الجولة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت. هذه الأحاديث النيابية التي تشير إلى يعني الإطار التنسيقي أيضا كانت له أحاديث بأنه من الممكن في الجولة الثانية أن يتجه بالإجماع على من يحصل على أكثر عدد أصوات بين المرشحين الذين قدموا أنفسهم، من يحصل على عدد أكبر من الأصوات الإطار التنسيقي سيتجه نحو التصويت عليه. يعني إلى الآن لا توجد هنالك شخصية محددة الجميع يتجه يذهب للتصويت لها كما حدث في بداية عمر البرلمان الحالي حينما توجهت غالبية مجلس النواب للتصويت إلى السيد محمد الحلبوسي. هذه المرة تختلف وهنالك اختلافات كبيرة في مرحلة التصويت الحالية وفي مرحلة الانتخاب التي تحدث الآن. كثير من المعطيات تغيرت، الخارطة السياسية تغيرت، بالتالي لربما سنشهد يعني جلسة ماراثونية تستمر لساعات طويلة.